لبس؟ الحمد لله عايشك. قد من روح؟ أميمة من تونس، عمري 21 سنة. نعمل في فورماسيون ميكرو انفورماتيك، وميم طون عندي باك ان شاء الله سنة ان شاء الله بنجح. ربي نجحك. عايشك ليا ونصحك. هذا تريفز ولا؟ اي اكيد. صلى الله. لا مستحيل. أميمة؟ أميمة بخلاف القراية باش مغرومة؟ مغرومة بالسبور، ديجا سانتور نوار بريمير دان تايكواندو ما شاء الله، وعندي قداش من مرة بطولة تونس ما شاء الله، عندنا أبطال في تونس الحمد لله، وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله يا ربي. أي بي يظهر لي قبيلة قلت لي مغرومة بالغناء حاجة هكا. مغرومة بالغناء، وكان تحب سمعك حاجة عاد. أي أكيد. بي بالنسبة للغناء مجرد غرام ولا ترى روحك فنانة يوما ما؟ لا هو مجرد غرام، ما قاعدة نطور فيه بشوي بشوي، نتمنى من روحي نكون حاجة بزيانة برشا يعني، بيسكو توا فما حاجات توصلك في تونس كيما فما حاجات ما توصلكش. مثلا انا سبور في تونس ما لقيت بيه حد شيء، ترانيت واش حقك في السبور؟ حقك في السبور تترينا ما تربح شيء، تنجم تلقى حظك في حاجات اخرى. بطولات نتاعك ما ربحت منهم شيء؟ ما ربحت منهم شيء. ايه ممكن سينو قلت لي الفن قاعده تطور في روحك بشوي بشوي. وقتاش اكتشفت صوتك؟ والله مر معين تكتشف فيه صوتك؟ مش برشا، ديما نغني هنا مش برشا. شنو نوعية الغناء اللي تحب؟ والله كل شيء، نغني راي نغني كل شيء. طيب سمعنا صوتك، اختار حاجة تحبها ترتاح فيها وغنيها. هما أنا عندي حاجتين الحقيقة نغنيهم اللي نحبهم برشا ونحبهم برشا ونرتاح فيهم برشا، مثلا عندي زعما نار تتفاش، ولا عندي غنية مؤثرة برشا انك عندك خواتك سبايا، والا عندك خواتك في الدنيا مخليهم لك ربي نورمالمون تقف معاهم نورمالمون، حتى لو كان مثلا نقولوا احنا دارت بيك الدنيا وما لقيتش روحك وما تنجمش، ما تدورش على ورثة خواتك، ما تغدرش خواتك، مالهم الا خواتك وحبوا بعضكم. ليش حكيت هكا؟ حكيت هكا كهو حاجه مثالش، انا ما صارتش معايا الحاجه هذه الحمد لله. اما يلزمك تحس بغيرك، انا ما تحسش بغيرك ماكش انسان. زعما النار تتفاش ونبرا من وجعاتي، تكوى قلبي بقداش من جمره فوق جرحاتي، ويا حبيبي طولت الغيبة نار الهيبة الفرقة صعيبة، هان عليك خليتني غريبة دمع سكيبة. برافو ما شاء الله. شكون اكثر فنان هكا يعجبك وتحب تولي كيفه؟ والله انا نحب الراي برشا ونتبع كل شيء، نسمع كل شيء، الاطلاع على الحاجات باهي. شكون مثال فنان هكا نتاع راي يعجبك؟ يعجبني فيصل الصغير، يعجبني شاب حسني. انا احسن غنية نتاع فيصل الصغير والله اشهد محمد رسول الله، توحشتك انا غنينا. ليه ما نحبهاش الغنية هذه برشا، ما نجم نغني لك غنية على السوجي اللي كنت نحكي لك فيه. اي ما يسالش اشهد محمد رسول الله، يقول نو عاد، يقول بعيني ريتو مش خيال، يا ويلو يوم القيامة، يا ويلو يوم القيامة، نار على حب المال، نسفي وخياته يتامى، نسفي وخيات ويتامى، ريت صبايا قهرهم اخوهم وحرمهم من ورثة ابوهم، في الدنيا عايش كعدوهم، يا ناس هذي مش غريبة، في الدنيا عايش كعدوهم وروايات على العقل صعيبة. الغنية هذه والموضوع هذا بصفة عامة نحسه هكا ماسك شوية، أبغى ما شفت حكاية هكا صارت قدامك. اي اكيد، ما تحس بحاجة وما تتقلق منها الا ما تكون تعرضت لها في حياتك، الا ما تكون شفتها. شفتها تنجم تحكي لنا شنو هو الحاجة اللي شفتها؟
والله ما نعرفش، ما نجمش نحكيها خاطرها حاجه بريفي بالنسبه لانسان معين، اما فهمت يعني حسيتها جوست حبيت نوصل له اللي راه يكون قوي، واللي انت نوجه لك الميساج اللي كنتي حب خواتك مثالش راه ما عندك كان هما وما يدوموا لك كان هما. باش نبعدوا شويه على الموضوع نتاع الغناء والفن، كل واحد عنده طموح في حياته هكا ولي وعنده بيوت يحب يوصل له، انت شنو تحب تكون يوما اخر؟ نحب نولي كوتش سبورتيف في الدومين نتاعي تايكواندو، نحب نولي كوتش بريفي نعمل ميسكيلاسيون. قلت لك القرايه وين تحب توصل بها؟ والله نحب نعمل كونتابيليتي وان شاء الله ربي يسهل، ان شاء الله بنجاح ليا ولصحابي الكل. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كهون انه مستقبلك في تونس ولا خارج تونس؟ خارج تونس اكيد، خارج تونس تو ما فماش واحد تسال وتقول له تونس ولا خارج. ليش؟ يقول لك في تونس. يخرجوا الشباب نتاعنا الكل، معناه شباب مستقبل معناها؟ عندنا شباب المستقبل اما هما مضيعينه. هما مضيعينه كان جاو هما عاطين الثقه في شبابهم، راهو الشباب ما يتلزش انه يمشي لبلاد اخرى. كان جاو هما عاطين ثقه في شبابهم ويعرفوهم وين. كيفاش تراه المستقبل في تونس انت؟ صعيب برشا انك تعمل لوبجيكتيف اللي انت مخمم فيه، صعيب في تونس برشا، صعيب برشا. ما هو احنا نسبقوا الخير اكيد، هو يقول لك ربي تفائلوا خيرا تجدوه. صحيح. حسيتك متشائمه كما الشباب الكل. هو ما فماش اللي في عمرك انت. صحيح، هو ما فماش تو انسان ماهوش متشائم في عمري ولا ماهوش في عمري، تشوف الجينيراسيون اللي اكبر مني ولا الجينيراسيون اصغر مني باش تلقاهم يخموا في نفس التخمه. فهمت؟ هذا تخمم صحيح ولا؟ هو ماهوش صحيح. هو انت باش تخلي الفامي نتاعك، باش تخلي داركم، باش تخلي عائلتك، باش تخلي صحابك، باش تخلي حومتك، ماهوش ساهل جمله، باش تتغرب، باش تبعد، صعيب انك باش تتعرف على عباد اخرى، صعيب انك باش تعاود تدخل في عباد جدد، صعيب برشا. علاش بعض الشباب اللي في عمرك يقول ديما انه القرايه ما عندها وين توصل؟ اللي هذه فكره غلطه برشا. والله نقول لك علاش يقولوا هكايا، على خاطر الاغلبيه يعطيوهم ديما نظره خايبه، يقولوا باللي تقرا ما عندك وين توصل، ما عندك وين توصل، باللي باش تقرا هم قارين وهم لوحين، هم قارين ويخدموا في معامل، هم قارين وهم قارين وشادين الحيوط، ما عندهم ما يعملوا، يشوف سامحني واحد مترز وجو باهي يلقاه شاد المرمى مسكين، والا يلقاه هما محطمين شبابهم لا اكثر لا اقل. معناها مش مشكله من شباب زاده؟ والله فما مشكلة من الشباب اللي تلقاه بالرسمي، تلقاه إنسان ضعيف شخصية، يتبع الحاجات الخايبة اللي بالرسمي لو كان هو حاجة باهية برشا، الحاجات الخايبة تخليه ينعزل على الحياة اللي هو فيها ويولي يتبع كان الحاجات الخايبة. نخلي لك كلمة الختام تنصح بها الشباب. والله ننصح الشباب وننصح روحي أولا، نقول بالرسمي يلزم واحد يخمم تخمام باهي، واحد ما شاء الله ماشي ويكبر وماشي وتزيد تكبر به العمر ويكبر به الوقت، ماشي ويلزم يخمم في روحه ويخمم في عائلته ويخمم في مستقبله. تونس باهية ماهيش خايبة، أما يلزمنا نحنا نقفوا لها وكهو. نحب نسلم على أصحابي، نسلم على الانترينور متاعي سي عادل، عادل الجلاسي، نسلم على حومتي الكل، نسلم على أمي تاج راسي وبابا ربي يخليهم لي، وخواتي ربي يخليكم، الفامي كل عايشك. ميرسي.